في مباراة ولاد العم، لكن المرة دي في كاس مصر، يعني مفيش ولاد عم كده، لان في فريق هيصعد ويكمل لدور الثمانية وفي فريق هيودع البطولة، فمفيش ولاد عم كده. الزمالك بعشر لعيبة بيعصر المانجا وبيعبر لدور الثمانية عشان يلاعب مصر المقصة، عن استحقاق جدا من وجهة نظري. مباراة مليئة بالاحداث اللي فيها لغط كتير كده، في حالتين طرد النهاردة، فيهم حالة اللي هي كانت بتاعة اشرف بن شرقي، شفنا عليها لغط كبير جدا بين الجماهير وفي الملعب ومشكلة كبيرة قوي، وكانت تتبع وقعتها كمان ان كارتيرون كمان خب بطاقة حمراء وطلع كمان من المباراة. هنتكلم في كل الاحداث دي باستفاضة كده، وهنقول كل حاجة حصلت النهاردة، وهنقول مين الافضل في الملعب النهاردة في الزمالك وفي الاسماعيلي، ومين كان الاسوأ، وايه سبب هزيمة الاسماعيلي وهو زايد عن الزمالك كمان بفرق لاعب. لكن قبل كل ده ما تنساش تخبط لايك الفيديو وشير على قد ما تقدر، ولو لسه ما اشتركتش في القناة اعمل سبسكرايب وشغل الجرس عشان تجيلك كل الفيديوهات اللي هعملها بعد كده. القاضي يا مونتون شاط الجول، الجول القاضي يا مونتون، القاضي يا نادي الزمالك. رغم النقص العددي اللي موجود عنده، يعني خط دفاع الزمالك كده ناقص منه محمود علاء، وناقص منه عبد الغني، وناقص عبد الله جمعه، وكمان غايب عنهم طارق حامد اللي بيلعب اساسي كده في نادي الزمالك من زمان قوي، ودايما اساسي في الملعب ما بيريحش خالص، لكن واخد طرد وبرده كان مش موجود. لكن الزمالك في ظل النقص العددي ده، وكمان بيلعب ناقص لاعب الشوط الثاني كله، بيلعب ب10 لعيبه كده، متمسك جدا بالبطولات المحليه السنه دي، بالدوري والكاس، ومش راضي يفرط في اي واحده فيهم، قدر ان هو يعبر الاسماعيلي الفاضي جدا. الاسماعيلي بصراحه بيقدم موسم كارثي، ايا كان هتتكلم عن الدوري او هتتكلم عن الكاس، خرجوا في الكاس اهم مع الزمالك في دور ال16، وفي الدوري طالعين ال13 ومهددين كده كمان بالهبوط للدرجه الثانيه. انت بتتكلم عن الاسماعيلي المفروض القطب الثالث للكره المصريه بعد النادي الاهلي، بعديه نادي الزمالك، بعد كده بيجي الاسماعيلي. لكن الاسماعيلي السنه دي موسم كارثي فعلا، ولاعيبه كارثيه، المفروض في اخر الموسم لازم يفلتر بقى اللعيبه دي كلها، يشوف مين اللي يستاهل ان هو يكمل، ومين اللعيبه اللي تتسرح كده وتمشي من النادي، ويبدا يعمل احلال وتجديد، يطلع بقى الناشئين المميزين في نادي الاسماعيلي اللي متعودين عليهم، ويبدا يعمل صفقات مميزه ويفوق الفريق من مره تانية كده. هنتكلم في تفاصيل المباراه طبعا، وهنقول مين الافضل النهارده ومين الاسوا، وهنقيم اللعيبه كده بتوع الفريقين، وهنقول تشكيل الفريقين. لكن الاول خلينا في حاله الطرد بتاعه اشرف بن شرقي اللي قلبت المباراه كده، والحدث الاهم في مباراه النهارده اللي جماهير الزمالك رافضه الموضوع ده تماما، وشايفين ان طرد اشرف بن شرقي كان طرد ظالم. لكن من وجهه نظر انا شايف انه طرد مستحق لاشرف بن شرقي، الكره اللي دخل فيها على لاعب الاسماعيلي والكوع اللي عملوا كده اللي متعودين عليه من طارق حامد مش من اشرف بن شرقي، وما بيطردش فيها طرد فيها الماتش اللي فات. لكن اشرف بن شرقي بيعمل نفس الكوره النهارده وكوع كده من غير كوره كمان، انا شايف ان الكوره دي كان في حكام كمان ممكن يدوا كارت احمر مباشر للكوره دي على طول، لكن امين عمر بيدي كارت اصفر كده، وتقريبا كان هو شاكك، يعني عايز يدي كارت اصفر وشاكك بين الكارت الاصفر والكارت الاحمر. فاول ما اشرف بن شرقي اعترض الاعتراض اللي شفناه ومسك الكوره كده ودبها في الارض، راح مديله الكارت الاصفر الثاني وطرده على طول من الملعب. على طول كارتيرون بيعترض بشكل غريب جدا، ولعيبه الزمالك كلها بتعترض، لكن اعتراض كارتيرون كان فعلا مبالغ فيه، نزل الارض الملعب كده وكان ساير جدا، وشفناه كمان بيقول لعيبه الزمالك سيبوا الملعب واخرجوا كده، لكن الحمد لله ان هم ما سمعوش كلامه، لانهم لو سابوا الملعب وخرجوا كان الماتش هيتحسب للنادي الاسماعيلي، وهم قدروا يكسبوا ويعدوا لدور الثمانية غير العقوبات اللي كانت هتقع على نادي الزمالك. لكن بيخرج هو بره الملعب والزمالك بيكمل المباراه وبيقدر يحافظ على فرق الهدف اللي كان كسبانه الشوط الاول رغم محاولات الاسماعيلي الفاشله كلها، لكن بيقدروا يحافظوا على النتيجه ويخرجوا بالمباراه لبر الامان ويكسبوا 1-0 ويعبروا لدور الثمانية عشان يلعبوا نادي مصر المقصة عن استحقاق بصراحة. طبعا بعد الطرد ده بيترتب عليه مشاكل كتيرة جدا على نادي الزمالك، خصوصا الماتش الجاي واللي بعده، الماتش الجاي قدام نادي الجونة في الدوري، ماتش صعب جدا على نادي الزمالك، هيبقى فيه مشاكل كتير بسبب الغيابات الكتيرة، طارق حامد لسه هيكون غايب، واشرف بن شرقي كمان، هنتكلم عن الموضوع ده لكن في اخر الفيديو. خلينا دلوقتي نخش في تفاصيل المباراة ونتكلم كده عن تشكيل الفريقين، وهنبدا بنادي الزمالك. كارتيرون بيبدا بالتشكيل الطبيعي بتاعه 4-2-3-1 في حراسة مرمى عواد اللي خلاص ثبت اقدامه، حارس مرمى الزمالك الاساسي حاليا، باك يمين حازم امام، وباك شمال عبد الشافي، واثنين سرد باكات المتاحين حاليا في ظل اصابه محمود علاء وغياب كمان عبد الغني، موجود النهارده الونش وموجود جنبه عبد السلام اللي عملوا ماتش كبير، قدامهم اثنين على الدايره فرجاني ساسي، وجنبيه كده محمود عبد العزيز زيزو اللي كان غايب بقاله فتره كبيره جدا، قدامهم ثلاثي على اليمين زيزو وعلى الشمال بن شرقي، وفي النص شيكابالا ومهاجم وحيد سيف الدين الجزيري. دي كانت تشكيله نادي الزمالك النهارده. اما تشكيله نادي الاسماعيلي فبدا النهارده
النهارده 4-4-2 في حراسه المرمى فوزي، ورباعي في خط الظهر صحراوي وعمار وهاشم وعبد الله جمعه، وثنائي كده في خط الوسط محمد حسن وجنبيه محمد عادل، قدامهم اتنين كده صادق ومدبولي، واتنين في خط الهجوم فخر الدين بن يوسف وشكري نجيب. هي دي كانت تشكيله نادي الاسماعيلي. استغربت بصراحه ان الاسماعيلي ما كانش بادئ بشلونجو اللي الماتش اللي فات بيسجل هدفين كده، لكن كان سايبه على الدكه كورقه رابحه كده ممكن يدفع بيها في الشوط الثاني. وبتبدا المباراه على طول، وفي الدقيقه 3 هجمه اولى لنادي الزمالك رفعه كده من عبد الشافي مميزه جدا، بتعدي الكره وبياخدها احمد سيد زيزو بيشوط واحده لكن جنب القائم، كانت ممكن تكون فرصه هدف اول وكان ممكن يسيبها لشيكابالا اللي كان وضعه احسن منه بكتير، لكن طمع فيها كده وشاطها وبتطلع بره. بعديها على طول رد فعل من النادي الاسماعيلي وانفراد كامل لشكري نجيب. عبد الشافي كان مغطي الاوفسايد كده وعمل خطا كبير فعلا انفرد فيها شكري نجيب، لكن بيتالق فيها محمد عواد وبيصد انفراد كامل وبيعمل تغطيه عكسيه. بعديها حازم امام وبينقذ الكره الثانيه اللي كان ممكن يلحقها محمد صادق، وفرصه هنا وفرصه هنا، والماتش مفتوح جدا ورايح جاي، والفرقتين بيهاجموا وكل فرقه فيهم عايزه تسجل الهدف الاول. وفي الدقيقه 13 انفراد لبن شرقي على طول بيحط الكره وبيصدها الجول كده، لكن الكره كانت داخله جول برده، بيتالق مدافع الاسماعيلي وبيخرج الكره من على خط الجول. وبعديها في الدقيقه 20 الونش بياخد كره كده وبيشق طريقه والكره بتمشي معاه، وبيلاقي نفسه في ال 18 انفراد كامل بيشوط الكره بشماله لكن بيتالق فيها الجول. وفي الدقيقه 24 اصابه حازم امام كده اللي بيخرج وبينزل مكانه مسلوسي، تغيير اضطراري كده في الشوط الاول وفي بدايه الشوط الاول كمان. وبعديها في الدقيقه 27 ضربه ركنيه النادي الاسماعيلي بتترفع وبتنزل برقصيه على طول لشكري نجيب كده، كره كانت خطيره جدا وشبه انفراد، لكن عواد بيخرج وبيقفل الجول وبيصد هدف تاني محقق للنادي الاسماعيلي. عواد عامل ماتشات كويسه جدا بصراحه من ساعه ما بدا يثبت كده وبدا يلاقي الدعم الجماهيري. وفي الدقيقه 32 كره خطر جدا كان للنادي الاسماعيلي، وعلى طول فاول وانذار من حكم اللقاء للمسلوسي اللي بيعترض بشكل قوي جدا، ولاعيبه الزمالك كلها بتعترض على الحكم، كانوا هياكلوا الحكم كده بصراحه. اعتراض غريب جدا من لاعيبه الزمالك، تقريبا واخدين تعليمات ان هم يعترضوا على الحكم في اي انذار في اي ضربه جزاء في اي حاجه. بنلاقي لعيبه الزمالك كلها بتعترض على الحكم ومش اول مره نشوف المشهد ده، لكن الحكم ما بيديش انذار لحد تاني وبيكتفي بالانذار اللي اداه المسلوسي بسبب الفاول. لكن اعتراض غريب جدا بصراحه من لعيبه الزمالك، انا مش فاهم بيعملوا كده ليه. بعديها الدقيقه 40 شيكابالا بيعمل اسيست رائع جدا والهدف الاول لنادي الزمالك عن طريق اشرف بن شرقي اللي بيتوغل وبياخد الكره، وكان ضارب الاوفسايد بشكل كويس جدا وبينفرد بالمرمى وبيحط الكره من فوق الجول وبيسجل هدف اول. هداف الدوري والولد هداف بصراحه، بيقدر يسجل اهداف كتير بغض النظر عن ضربات الجزاء، لكن اشرف بن شرقي ورقه خطيره جدا بالنسبه لنادي الزمالك هيتحرم منها الماتشين الجايين. وبعد ما سجل الهدف الراجل ما كملش 5 دقائق كده على طول بياخد الكارت الاصفر في الكارت الاحمر على طول بسبب الكوع اللي اداه اللاعب الاسماعيلي. انا شايف من وجهه نظري ان الكره دي كانت ممكن تستاهل كارت احمر مباشر، وقلت ده في بدايه الحلقه ومستني رايكم فيها تحت في الكومنتات. دي وجهه نظري وممكن يكون وجهه نظر حد تاني ان هي تستاهل انذار بس، لكن حتى لو تستاهل انذار مفيش حد مثلا هيقول ان الكره دي فاول من غير انذار، يعني طبيعي يا هيقول انذار يا هيقول كارت احمر مباشر. فلو كارت احمر مباشر يبقى الحكم تساهل معاه كمان. طيب لو انذار فالحكم فعلا اداله انذار زي ما عمل بالظبط، لكن بعديها اشرف بن شرقي بيعترض برده بشكل قوي جدا وبيخبط الكره في الارض كده، فالحكم ما بيستناش عليه وبيديله انذار الثاني وبيطرده من اللقاء على طول، عشان لاعيبه نادي الزمالك كلها تصور على الحكم برده ويعترضوا بشكل قوي جدا، وينزل كارتيرون لحد نص الملعب وشفناه ساير بشكل كبير جدا، ففعلا راح طارد كارتيرون كمان. ده طرد طبعا مستحق لان كارتيرون خرج عن شعوره بشكل كبير جدا، وبعد كده حاله من العشوائيه الكبيره جدا، وقعدنا 3 4 دقائق كده مش عارفين نستأنف اللقاء، واشرف بن شرقي لسه موجود في الملعب وما كانش عايز يخرج كده من الملعب وعمال يعترض هو ولاعيبه الزمالك، لحد ما الحمد لله شيكابالا خرجه من الملعب واستأنفنا اللقاء كده. وبعد كده بيخلص الشوط الاول بتفوق نادي الزمالك على نادي الاسماعيلي 1-1، عشان نخش على شوط ثاني هيكون صعب جدا على نادي الزمالك. المفروض يعني ان ايهاب جلال هيدفع كده بكل اوراقه الهجوميه وهيحاول يستغل النقص العددي ده وهيحاول ان هو يسجل هدف التعادل، وفعلا بينزل شلونج وبابل وبيخرج هاشم وصادق من الملعب. لكن على غير المتوقع خطوره نادي الاسماعيلي في الشوط الاول كانت اخطر بكتير جدا من الشوط الثاني، لان الزمالك ركن الاتوبيس ورا كده وبدا يلعب على الهجمات المرتده بس، فكان في ضغط من الاسماعيلي لكن بدون انياب حقيقيه. وفي الدقيقه 50 فاول خطر لنادي الزمالك على حدود 18 شيكابالا بيلعبها لكن بره. وفي الدقيقه 57 الهجمه الخطيره الاولى لنادي الاسماعيلي مدبولي بيدي واحده كده لشكري نجيب اخطر لاعب في لعيبه الاسماعيلي في الشوط الثاني، بيشوطها كده لكن بتيجي جنب العارضه، وبيبدا بقى عواد الشمال افريقي بدا شغل تضييع الوقت بتاع تونس والجزائر كده. الواد ده اكيد اصوله يا من تونس يا من الجزائر يا من المغرب، المصريين بيضيعوا وقت لكن مش بالشكل ده. عواد ضيع كميه وقت الشوط الثاني ما شفتهاش في حارس مصري قبل كده، بيقع كده وبياخد له دقيقتين، وكل شويه بقى عد معايا عواد وقع كم مره في الشوط الثاني. وفي الدقيقه 63 رفعه كده من بابل ورقصيه برده من شكري نجيب لكن عواد بيمسك. بعديها في الدقيقه 68 شوطه كده من محمد حسن لكن فوق، وبعد كده عواد وقع ثاني. ومع وقعه عواد دي كان في تغييرين كده لنادي الزمالك، اللي هو الجهاز الفني اللي قاعد بره بيقول كده ان احنا عارفين ان عواد بيمثل ما فيش اي مشكله، ما استنوش على التغييرات كده، وبينزل اوباما على طول مكان شيكابالا، وبيخرج كمان محمود عبد العزيز وبينزل مكانه اسلام جابر.
جابر بيعمل تنشيط كده في الملعب لان الزمالك بيلعب ناقص ومحتاج لعيبه تكون فايقه، وبيخرج شيكابالا اللي كان مجهد بشكل كبير، ومحمود عبد العزيز اللي واضح انه لسه برده ما رجعش فورمه بنسبه 100%. وفي الدقيقه 73 فاول خطر للزمالك كده بيرفعه زيزو وبيخش الونش فيها، وكوره الجول بنسبه 100% بيتالق فيها فوزي وبيشيل هدف محقق لنادي الزمالك، وبيحافظ النادي الاسماعيلي على حظوظه في باقي الماتش ان هو يحاول يتعادل، لان لو كان جه الهدف الثاني كانت المباراه خلصت. وبعديها في الدقيقه 80 عواد بيواصل وقعاته كده في المباراه وبيقع للمره الرابعه، واخيرا بقى حكم المباراه بيطلع له الكارت الاصفر، الراجل وقع 4 مرات وباين جدا ان هو بيضيع وقت، يعني باين ان هو ما فيش اي حاجه، اللعيبه كده من غير ما بتدخل عليه عواد بيقع، والراجل لو كان مصاب كنا شفنا جنش نزل مكانه، لكن عواد بيكمل المباراه لنهايتها لانه ما كانش في حاجه ببساطه. وبعد الحمد لله ما قام عواد بيقع كده المسلوسي بعديه، اللي هو كده كده يا جدعان الاسماعيلي مش قادر، انتوا عمالين تقعوا ليه وبتضيعوا وقت ليه عشان تحاولوا تكسبوا المباراه، كده كده الاسماعيلي مش قادر يسجل هدف، لحد ما بتيجي الدقيقه 92 وبيخرج سيف الدين الجزيري اللي كان متالق بشكل كبير جدا وبينزل مكانه مروان حمدي، وفي الدقيقه 95 بيدخل على مروان حمدي كده محمد حسن دخول قوي جدا وكان معاه انذار، بياخد الانذار الثاني وبيطرد من المباراه، طرد مستحق جدا برده لنادي الاسماعيلي زي ما كان طرد اشرف بن شرقي، من وجهه نظري برده طرد مستحق. وبعد كده بتنتهي المباراه بفوز نادي الزمالك 1-0 على نادي الاسماعيلي عشان ينطلق ويقابل مصر المقاصه في دور الثمانيه كده في كاس مصر، وكالعاده لا قديم يعاد ولا جديد يذكر، نادي الزمالك بيفوز على نادي الاسماعيلي. على فكره اخر 5 ماتشات بين الزمالك والاسماعيلي اللي كانوا كلهم في الدوري، ال5 ماتشات الزمالك بيكسب الاسماعيلي، يعني مفيش جديد، الاسماعيلي على طول بيخسر من الزمالك. ندخل كده على تقييم اللعيبه، هنبدا الاول بنادي الزمالك. افضل لعيبه النهارده في نادي الزمالك كانوا ثنائيه الدفاع الونش وجنبيه عبد السلام، عملوا ماتش كبير جدا وحاولوا ايقاف هجمات نادي الاسماعيلي وفعلا عزلوا نادي الاسماعيلي بشكل كبير، وكانت خطورتهم على مرمى نادي الزمالك قليله جدا. ويجي من بعديهم عواد الشمال افريقي اللي قدر يسير المباراه كده وصد كل الكرات اللي جت عنده، فعلا الراجل في الانفرادات خصوصا عواد بيكون مميز جدا، اللعيب الذكي اللي داخل على عواد يعرف جدا ان عواد بيخرج من مرمى على طول وبيقابل الانفرادات من بدري جدا، يحط الكره من فوقيه زي ما شفنا كده عمرو جمال عمل، او يحاول ان هو يرقصه زي ما شفنا صلاح محسن عمل، لكن ان انت تحاول تشوط الكره هو بيكون قافل عليك بسرعه وبيقفل عليك زوايا الشوط كلها وبيقدر ان هو ياخد الكره، عمل ماتش كبير جدا النهارده بغض النظر عن الوقت الضايع الكتير اللي ضيعه في الشوط الثاني. وبرده اللي كان كويس جدا النهارده سيف الدين الجزيري، الولد ممتاز بصراحه، محطه كويسه جدا، بيقدر ياخد كميه فاولات مش طبيعيه، بيقدر يقف على كورته وبيعرف ياخد فاولات ازاي، وبيقدر ينقل نادي الزمالك من الوضع الدفاعي للوضع الهجومي. اما بقى بالنسبه لنادي الاسماعيلي، في افضل ناس النهارده كانت موجوده في نادي الاسماعيلي كان فخر الدين بن يوسف وشكري نجيب، الاثنين مميزين، لكن كنت حاسس ان ادوارهم النهارده مش مناسبه ليهم تماما. انا شايف ان فخر الدين بن يوسف لازم يكون هو التارجت، هو اللي موجود جوه ال 18 باستمرار، الراجل طويل جدا وبيجيد العاب الهواء، لازم هو اللي يكون موجود جوه ال 18 ما يسقطش كتير، وده عكس اللي شفناه النهارده، فخر الدين بن يوسف بيسقط كتير، والعكس بقى شكري نجيب اللي هو لاعب سريع ممكن يكون بره ال 18، لا شكري نجيب هو اللي دايما موجود جوه منطقه الجزاء. دول كانوا افضل اثنين نسبيا، وفوزي برده في حراسه المرمى صد كذا كوره كانوا مميزين، صد واحده من بن شرقي وصد واحده من الونش كانوا ممكن يكونوا اهداف، دول كانوا اميز لعيبه النهارده واسوا اثنين في المباراه بالنسبه لنادي الزمالك. طبعا المسلوسي اللي دايما اسوا واحد في المباراه كده بيعمل ماتشات سيئه جدا بصراحه، انا مش عارف ازاي ده لاعب محترف نادي الزمالك جايبه، ومحمود عبد العزيز زيزو اللي واضح بشكل كبير ان هو لسه كده ما انسجمش ولسه ما رجعش لفورمته اللي احنا عارفينها، كان المفروض الزمالك النهارده يلعب بروقه جنب فرجاني ساسي لكن فضل يدفع بزيزو من بدايه المباراه. ملاحظه بقى مهمه في المباراه، نادي الزمالك الماتش الجاي هيعاني بشكل كبير جدا قدام الجونه في التشكيل الاساسي بتاعه، لان عنده غيابات كتير جدا، كمان شفنا الغياب اللي اتضاف النهارده طرد اشرف بن شرقي، فاشرف بن شرقي كمان مش هيكون موجود الماتش الجاي، اشرف بن شرقي ورقه مهمه جدا بالنسبه لنادي الزمالك وهداف نادي الزمالك في الدوري واكتر واحد بيسجل اهداف في نادي الزمالك، فهيفتقدوا طبعا خدماته بشكل واضح جدا، هيلعب ثلاثه تحت مهاجم الماتش الجاي، اكيد طبعا هنشوف زيزو وشيكابالا واوباما مفيش غيرهم، وهيكون بديل ليهم اسلام جابر، فاسلام جابر كده مش هيشارك اعتقد في نص الملعب، طب مين اللي هيلعب جنب فرجاني ساسي؟ لان طارق برده مش موجود الماتش الجاي، اعتقد كده هيلعب يا اما بمحمود عبد العزيز زي النهارده يا اما بروقه، مشاكل كتير جدا هتواجه نادي الزمالك، لان خصوصا كمان ان انا شايف ان فرجاني ساسي محتاج ان هو يريح، الراجل فورمته نازله بشكل كبير وعنده اجهاد كده من ضغط المباريات، فهنشوف الزمالك هيعمل ايه في المشاكل دي الماتش الجاي. وكده خلصت كل اللي عايز اقوله في مباراه النهارده، ومستني طبعا كومنتاتكم، وقولوا لي ايه رايكم في طرد اشرف بن شرقي النهارده، هل هو طرد مستحق ولا لا، ما كانش يستاهل الكارت الاحمر وكان كفايه كارت اصفر بس، مستني كومنتاتكم كلها ونشوف ارائكم ايه في الموضوع ده. وما تنساش كمان تخبط لايك الفيديو وشير على قد ما تقدر، ولو لسه ما اشتركتش في القناه اعمل سبسكرايب وشغل الجرس عشان تجيلك كل الحلقات اللي هعملها بعد كده. وفي حلقه مهمه جدا بكره بالليل باذن الله بعد مباراه السوبر بين الاهلي ونهضه بركان، المباراه المنتظره اللي ان شاء الله يتوج النادي الاهلي بطل للسوبر الافريقي، ومستنيين الحلقه، مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي باذن الله نعمل فيها ماتش كبير. سلام.